أهلا بكم ونشرة تعليمية جديدة من قناة مصر التعليمية وأهم أخبار العملية التعليمية في كل محافظات مصر، نبدأها بأهم وأبرز العناوين. طارق شوقي: نحتاج لتغيير فلسفة التعليم ونسيان مفهوم كلية القمة والقاع. وزير التعليم: الهدف من المدرسة هو إعداد الطالب لرحلة الحياة. وزير التربية: بنك المعرفة كان بمثابة حلم وسيسهم في تغيير ثقافة الشعب. مجموعة عمل وزارية لمتابعة ملف التغذية المدرسية والكشف عن أسباب تسمم الطلاب. صندوق تطوير التعليم نسعى لإحداث طفرة. تعليم القاهرة: تجربة إخلاء إحدى المدارس تهدف لتأمين الطلاب. تعليم البحيرة: زيارات مفاجئة للمدارس يومياً. التعليم: اختيار 10 مشروعات لتمثيل مصر في المعرض الدولي للعلوم والهندسة. معرض الزهور الأول للمدارس القومية. وأخيرا، وكيل تعليم أسيوط يستقبل وفدا أمريكيا لمتابعة برنامجها في مدرسة المتفوقين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن مصر بحاجة إلى تغيير فلسفة التعليم، مطالبا أهالي الطلاب بنسيان مفاهيم المجموع وكليات القمة والقاع التي لا علاقة لها بالتعليم. وأضاف شوقي أن منظومة التعليم في مصر تسير في اتجاه لا علاقة لها بالعلوم، وأن الضغط العصبي على الطلاب للحصول على مجموع مرتفع قضى على قدراتهم وأهدافهم. وأشار شوقي أيضا إلى نسيان الطلاب لشغف التعليم والبحث العلمي نظرا للتركيز على الحصول على مجموع مرتفع. صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الهدف الأهم من مراحل التعليم قبل الجامعي والتي تصل إلى 12 عاما هو إعداد الطالب لرحلة حياة أكثر إمتاعا، مؤكدا على ضرورة فصل فكرة دخول الجامعة عن درجات الثانوية العامة. وأوضح شوقي أن المدرسة تؤهل الشخص لرحلة مقبلة، وبعدها له حرية الاختيار سواء باستكمال الدراسة الجامعية أو التوجه إلى سوق العمل. وأضاف شوقي أنه في حالة إتاحة فرصة اختيار توجيه الاستمارات بالوزارة، لكن اختيار الاستثمار في البشر قبل الاستثمار في الكتب والمباني. وأشار أيضا إلى أهمية دور المعلم الذي يؤثر يوميا في مئات الطلاب، موضحا إذا كان المعلم قادرا على جذب انتباه الطالب سيكون كافيا، ولذا يجب الاهتمام بالمستوى الوظيفي والاجتماعي والمهني والثقافي للمدرس. صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن مشروع بنك المعرفة والمعلومات المصري كان بمثابة حلم بدأ معه منذ سنوات، لافتا إلى تسهيل هذا المشروع لأسلوب الحصول على المعلومات الموثقة. وأوضح طارق شوقي أن الحصول على المعلومات قديما كان أمرا صعبا، فكان ذلك يتم عن طريق النقل اليدوي لمحتوى الكتب والمراجع العلمية نظرا لعدم السماح بتصويرها أو استعارتها، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة توفير المراجع العلمية للباحثين. وأكد طارق شوقي أن المعلومات التي يحتويها بنك المعرفة ثروة لا تقدر بثمن نظرا لكونها معلومات موثقة وليست كالمعلومات المتاحة عبر شبكة الإنترنت، مضيفا أن محتوى المعلومات التي يشملها بنك المعرفة يشمل كل الاختصاصات ويناسب كل الأعمار. إن
ناقش رئيس الوزراء شريف إسماعيل تقريرا مفصل عن تقييم الموقف الحالي للواجبات المدرسية من وزارتي التعليم والصحة بعد تكرار حالة تسمم بين الطلاب في عدد من المدارس على مستوى الجمهورية خلال اجتماعها بعدد من الوزراء المعنيين بملف الواجبات المدرسية. وشكل رئيس الوزراء مجموعة عمل من سبعة وزراء للوقوف على أسباب تكرار حالات التسمم في الواجبات المدرسية، من المنتظر أن تنتهي من تقريرها خلال أسبوع لتعرضه على رئيس الوزراء. وقال وزير التعليم طارق شوقي إن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تلافي كافة السلبيات الموجودة في منظومة الواجبات المدرسية، موضحا أن هناك سبع جهات منوط بها التغذية المدرسية، هي وزارات الصحة والمالية والتضامن والزراعة والتربية والتعليم والصناعة، لافتا إلى أنها لا مركزية في التنفيذ، حيث إن هناك لجان في المحافظات لمتابعة التغذية المدرسية. وأضاف شوقي أيضا أن وزارة الصحة أكدت إلى أن هناك 4650 تلميذا في شهر مارس شعروا بحالات اشتباه في تسمم من أصل 10 ملايين تلميذ يتناولون الوجبات على مستوى مدارس الجمهورية يوميا. صرح الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء إن التعليم هو القاطرة التي تدير المنظومة في الدولة سواء في التجارة أو الصناعة وخلافه، وإذا لم يستطيع أن تنتج الموارد البشرية بالكفاءة المطلوبة لإدارة هذه المنظومة فسيحدث ضررا بالدخل القومي المصري بشكل بالغ في السنوات المقبلة. وأضاف الغندور أن التعليم الفني والتعليم العالي هدفهما الأساسي هو الربط باحتياجات السوق، وإذا لم يتم ربطه باحتياجات السوق فستكون كل أموال العملية التعليمية مهدرة. وأوضح الغندور أن دور تطوير التعليم في هذه المنظومة هو إنتاج خريجا قادرا على إكساب المهارات المطلوبة لسوق العمل، وإذا ما نجح الصندوق في إنتاج هذه النماذج يقوم بالعمل مع الوزارات المعنية والتحالف التعليمي المتكامل الذي يضم الصناعة ومؤسسات المجتمع المدني. أكدت فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن تعليمات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بضرورة اتباع إجراءات الحماية المدنية بالمدارس وتجربة إخلاء إحدى المدارس من الطلاب تأتي تجنبا لحدوث أي طارئ. وأشار خضر إلى أنه سوف يراعي إخطار الطلاب وأولياء الأمور قبل إجراء التجربة لطمأنتهم. أعلن محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه يتابع يوميا انتظام العملية التعليمية بالمدارس، وأنه أيضا يبدأ يومه بحضور طابور الصباح بعدد من المدارس للوقوف على حسن سير الدراسة وانضباط العاملين بالمدارس والعمل على تذليل أي مشاكل تواجه العملية التعليمية. وكان وكيل التعليم استهل عمله الجديد بالمحافظة بجولات مفاجئة لعدد من مدارس إدارة بندر دمنهور، وتفقد أيضا انتظام الدراسة بمدرسة الحديثة الأجدية بنات وحضر طابور الصباح، ثم انتقل إلى مدرسة عبد المنعم رياض الأجدية بنين وتفقد حجرات المدرسة، ومنها إلى مدرسة محمد فريد الابتدائية، ومر أيضا على فصول الدراسة. قامت الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية بتنظيم التصفيات النهائية لتأهيل 10 مشروعات لتمثيل مصر في معرض أنتل الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية مايو 2017. وفي هذا السياق أشار محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه تم إقامة 3 معارض نهائية لاختيار المشروعات لتمثيل مصر في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، حيث تم إقامة معرض بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر في الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2017، واختيار 3 مشروعات من 149 مشروع، ومعرض الصعيد النهائي بمحافظة الأقصر في الفترة من 3 إلى 6 مارس 2017.
نظمت الجمعية العامة للمعاهد القومية برئاسة الأستاذة عزة شعبان بدر معرضا للزهور، وذلك بحديقة مدرسة أبو الهول القومية. يأتي ذلك احتفالا بأعياد ربيع وختام تدريب التربية الزراعية الذي نظمته المعاهد القومية لمدرسي التربية الزراعية بالمدارس القومية، وتناول أيضا كيفية إكثار النباتات وصناعة الحلويات والروائح والنكهات المختلفة، بالإضافة إلى زراعة نباتات أخرى. وأخيرا استقبل صلاح فتحي بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط وفد الوكالة الأمريكية، والذي ضم سارة بان شك مديرة التعليم بالوكالة، وأرتيرو أوكاستا نائب مدير ملف التعليم العالي سي جي منسق الوكالة. كما ضم أيضا الوفد الدكتورة هالة الصير في الصرفي مسؤول ملف التعليم بالوكالة، وهاني عطلة محمد والدكتور رضا أبو سريع مسؤول ملف مدارس المتفوقين بالوكالة. وأوضح وكيل الوزارة أن الزيارة تأتي في إطار تقييم ومتابعة الوفد لبرنامج الوكالة ككل والوقوف على مدى استفادة المدرسة من برامج الوكالة. وأكد بدوي خلال اللقاء على مدى عناية المديرية بالتواصل مع جميع طلاب المدرسة لتوفير ما يلزمهم وتذليل وحل المشكلات التي قد تواجههم تنفيذا للتعليمات الوزارية، التي تؤكد بذل الجهد اللازم لتوفير مناخ دراسي جيد لهؤلاء الطلاب وجميع طلاب مدارس ستيم. إلى هنا تنتهي نشرتنا التعليمية، شكرا لحسن متابعتكم.